احكم ان احنا بالنسبه للموضوع الاقتصاديه موضوع مهم جدا، واقتصاد مصر الان وبعض الملامح اللي احنا شفناها النهارده بالنسبه لسعر الدولار، عايزين نفهم اكتر. ومعانا الحقيقه الدكتور رشاد عبده، استاذ اقتصاد بجامعه عين شمس. دكتور رشاد، برحب بحضرتك معانا. اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. احنا عندنا النهارده خبرين، البورصه خسرت ولكن الجنيه ارتفع 20 قرش امام الدولار. عايزين تفسير من حضرتك للوضع الاقتصادي، وخصوصا لا ننكر ايضا ان كتير جدا بيقولوا الوضع الاقتصادي اللي في مصر مأساوي ولكن الاعلام مش موضحه بشكل كبير. فنفهم بقى من حضرتك في يعني مجال التخصص ده بالتحديد، اكيد مشاهدينا هيفهموا كتير. شوفي، من حيث نبدأ، نعم، في كل حاجه في الدنيا ليها معايير. صحيح. البورصة عشان أقدر أحكم على كفاءتها فيها نعم. معايير، فيها معيارين أساسيين، معيار داخلي ومعيار خارجي. المعيار الداخلي يبقى عندي معروض بضاعة كتير اللي هي الأوراق المالية اللي هي الأسهم، والعمولة بتاعتها اللي بياخدها السمسار تبقى منخفضة. ده المؤشر الداخلي. المؤشر الخارجي إن السوق يتأثر وبدون تحيز لأي معلومة تطرح فيه. فإذا كانت المعلومات إيجابية البورصة لازم تطلع، إذا كانت المعلومات سلبية البورصة لازم تنزل. طيب الفترة اللي فاتت دي كان عندك حدثين مهمين جدا، حادثة الطائرة وما ترتب عليها من أزمة السياحة والكلام ده كله، وبالتالي إيرادات البلاد من العملة الأجنبية. طبعا ده حدث كان مهم جدا، وبالتالي ده حدث سلبي لازم يأثر على البورصة بالانخفاض. الشيء الثاني إن النهارده على سبيل المثال او من 3 ايام تحديدا، البنك المركزي اعلن من خلال اكبر بنكين في مصر، ثم في اليوم التالي خد كمان اكبر بنكين، رفعوا سعر الفايده من 10 الى 12.5% للودائع ال3 سنين، لكن بتصرف فوائدها شهريا. وبالتالي لما انا النهارده كمستثمر قدامي ان الفلوس بتاعتي اوظفها اما في البورصه او في البنوك، كنا دايما بنفضل البورصه فتره من فترات عشان سعر الفايده منخفض قوي في البنوك، بالاضافه ان المساله متشكلين مش جايبه همها قوي. لكن لما البنك يرفع ل 12.5%، ما هي البورصه مش هتكسب اكتر من كده. بالاضافه كمان البورصه عايزه واحد فاهم قواعد اللعبه، يشتري ايه ويشتري امتى ويبيع امتى والكلام ده كله. البورصه كمان عيبها انها استثمار طويل اجل، انما في البنك اقدر في اي لحظه اسيب فلوسي. فكل الكلام ده بيقول لما بيترفع سعر الفايده في البنوك ياثر تاثير سلبي كبير على الاستثمار في البورصه. علشان كده الدوله عملت فكره كويسه قوي، قالت انه لازم يبقى في مجلس اداره البنك المركزي حد ممثل للبورصه او هيئه سوق المال اللي مؤخرا بقى اسمها عندنا في مصر هيئه الرقابه الماليه الموحده، وكذلك في العكس ان لازم يكون في هيئه الرقابه الماليه حد بيمثل البنك المركزي. ليه؟ عشان النهارده البنك المركزي ما يجيش يرفع السعر كتير يريح نفسه انما ياثر على البورصه. فهو ده الكلام اللي بيقول ان ده كله خلى البورصه تبتدي تنخفض خلال اليومين دول. طب السؤال المكمل، هتفضل تنخفض كتير؟ اقول لك مش كتير قوي. ليه؟ لان برضو لما يحدث ان السهم اللي قيمته العادله اللي احنا مقيمينها صح بنقول انه ب 100 جنيه نزل بقى ب 60، يبقى مغري جدا لكثير من الناس يخشوا يشتروه. ليه؟ لانه عارف ان بعد شهرين ثلاثه هيوصل، بعد باقصى تقدير ممكن في 20 يوم يطلع ب 90، يعني يكسب 50% في اقل من شهر. فده كله بيخلي الطلب يزيد قوي على الاوراق الماليه، ولما الطلب يزيد قوي لازم السعر كمان يرتفع. فهو حلوة. بيشتري بالرخيص عشان عارف ان في خلال ايام اقصى تقدير شهر شهر ونص يرتفع، فيبيع ويحقق ارباح مرتفعه جدا مش هيقدر ياخدها من خلال اي وعاء استثماري اخر. تمام. طيب دي طبعا كلام برضو يعني مبشر بالخير، انه الموضوع مش هيفضل في الانخفاض، ولكن ان شاء الله في امور ايضا هتساعد على الارتفاع بالنسبة او يعني عن انه يكون في أفكرك مكاسب. بحاجه بعد اذنك يا دكتور اتفضل منى. اتفضل. فاكره من شهرين لما الصين خفضت قيمه عملتها اليوان، حدث ايه؟ بورصات العالم كلها ترنحت بالظبط، وقعت. وقعت.
فانا كنت بالصدفه في احدى القنوات كنت في البي بي سي يعني مش اعلام. فالبنت المذيعه كانت قلقانه جدا وقالت لي خراب الكون بيخرب الدنيا. قلت لها بعد اقل من اسبوع هيطلع. قالت لي استحاله ازاي؟ قلت لها ايوه، لان الانخفاضات الكبيره قوي دي تخلي الاسعار مغريه جدا، فيخش طلب جديد، وما دام الطلب جديد في ظل النظام الراسمالي القاعده واضحه، اي سلعه الطلب عليها عالي لازم يرتفع سعرها. فده اللي لازم يحدث، وده اللي بيحدث، وده وده اللي اللي حصل هيطبق بالفعل. حتى في مصر كمان. تمام. عموما يعني، لان الواحد دايما لما بيسمع هبوط البورصه، وخصوصا ان احنا عندنا الحادث، او يعني موضوع حادث سقوط الطائره وتاثيره السلبي، وزي ما شفنا دول يعني كبيره، يعني لقينا على طول يعني ديفيد كاميرون، لقينا اوباما وبيحذروا، وجت روسيا بعديهم على طول، ويعني امرت باجلاء كل مواطنيها من مصر. كل ده اكيد بيخلينا قلقين على الوضع، واحنا حتى قبل الحادثه، واكيد حضرتك كمتخصص في هذا المجال، كان برضو في كلام كتير بيتقال ان على فكرة الوضع الاقتصادي صعب في مصر، بس انتوا شوفوا من ساعة المؤتمر الاقتصادي ايه اللي اتعمل لغاية دلوقتي، مفيش متابعة، مفيش خطة مظبوطة، يعني كان حتى في قلق من قبل هذا الحادث. فلو خدنا نظرة شاملة كده، ورد حضرتك على هذه الاقاويل ايضا اللي تم، يعني زي ما حضرتك ذكرت، في اذاعه البي بي سي، اذاعات كتيره جدا منهم فرانس 24، اذاعات كتيره ومحطات كتيره بتتناول هذا الامر، وبتحاول تقول للناس المصريين يا جماعه انتوا عندكم مشكله في الاقتصاد، بس الاعلام المصري مش بيتطرق اليها. تقول لهم ايه حضرتك يا دكتور رشاد؟ أقول لهم أفضل حاجة بترد على الكلام ده إيه؟ الأرقام، المؤشرات. تمام. لما ألاقي مثلا السنة بتاعت حكم الإخوان في مصر إنه معدل النمو بتاع الدولة كله الاقتصادي كان كام؟ كان 1.8. السنة اللي بعد ما مشيوا كان كام؟ كان 2%. طب السنة دي المؤشر ده بيقول إيه؟ بيقول إن مصر بتحقق معدل نمو السنة دي 4.2%، آخر السنة هيوصل 4.5، السنة الجاية متوقع 5. فبلا جدال ال 4.2 وال 4.5 أفضل كثيرا من 1.8. أكيد. أقول إن البطالة اللي كانت في سنة حكم الإخوان وما بعدها بسنة كانت وصلت ل 13.7، انخفضت السنة دي إلى 12.6. أقول إن عجز الموازنة اللي كان موجود في سنة الإخوان والسنة اللي بعدها كان 14%، السنة دي 10.8%. أقول إن نظرة العالم الخارجي لمصر اللي كانت بتقول في سنة حكم الإخوان وما بعدها إن مصر خلاص ما بقاش عندها عملة تكفي احتياجاتها أو تكفي قدرتها على سداد ما عليها من التزامات، وبالتالي مصر داخلة على الإفلاس أو داخلة على ثورة الجياع، أقول إن أنا النهارده بسدد كل اللي عليا وما عنديش مشكلة. فبلا جدال كل الكلام ده بيقول لا، الوضع أحسن كتير، بالإضافة عملنا مشروع قناة السويس، بناء عملنا 5000 كيلومتر طرق خلال السنة اللي فاتت، بنعمل 1.5 مليون فدان جديد للاستصلاح الأراضي والاستصلاح الزراعي، بنعمل مدينة جديدة للأساس، بنعمل مدينة جديدة تجارية في الخليج السويس. لا، البلد فيها مشروعات، البلد فيها تنمية، البلد فيها شغل. وبالتالي لما اجي اقول بقى الكلام ده كله واقارنه بفتره سابقه، لا، انا الاقتصاد بتاعي ما حدش يقدر يقول انه تعبان، ما حدش يقدر يقول انه تعبان منهار، انما اقدر اقول ان عندي مشكله عمله، وده شيء مختلف. ليه؟ لان انا ما زلت تراكمي اكتر من 60 70% من اكلي وشربي بجيبه من بره، ولما بالظبط. اجيبه من بره بجيبه عمله اجنبيه. يعني اديك مؤشر، انا صدرت بكام واستوردت بكام؟ انا صدرت السنه دي بحوالي 23 24 مليار دولار، استوردت بكام؟ ب 62 مليار دولار. فالاحتياط النقدي لازم يتاثر. كمان ما تنسيش ان تحويلات العاملين المصريين بالخارج اتاثرت. ليه؟ نتيجه انه الازمات العالميه الموجوده، التقشف في اوروبا، العاملين كانوا بيشتغلوا المصريين في ليبيا وفي العراق، كل الناس دي رجعت، فالتحويلات انخفضت. حتى الصناعه نتيجه انه ما عنديش عمله اقدر اجيب احتياجات المستلزمات الانتاج، وهو ابتدت تنخفض قليلا. اقول انه المؤشرات كلها بتقول السياحة اللي كانت بتجيب لي 12.8 السنة اللي فاتت جابت 6 مليار. فعشان كده عندي عجز نسبي أو الانخفاض في الاحتياط النقدي. إنما بقول الآتي، بقول البنك الدولي بيقول إيه؟ البنك الدولي بيقول إذ أي دولة طالما عندها عملة تقدر تكفي احتياجات شعبها من استيراد في السلع الغذائية والأساسية 3 أشهر قدام، الدولة دي في أمان.
انا محتاج كام؟ انا محتاج حوالي 13 ونص. طب انا عندي كام؟ عندي 16.4. اذا انا ما زلت في امان ومانيش قلقان قوي، لاني عندي ما يكفي ابنائي واحتياجاتي للفتره القادمه، وبالتالي بطمنك وبطمن كل اخوه المصريين في المهجر، وبطمن حتى المصريين في الداخل. لا، الوضع جيد، الوضع ما هوش سيء. ايوه، مشكله الطائره اثرت على السياحه، انما فيها حلول. ابتدت مصر النهارده رصدت 5 مليون دولار عشان تعمل برامج مش ترويجيه، انما تدعو اقلام وتدعو اصحاب الاقلام ومفكرين وصحفيين ومشاهير يجوا يشوفوا مصر. النهارده كلوديا كارنابي بتشارك في مهرجان القاهره السينمائي، بتقول ايوه ما كنت اتخيل ان مصر يعملها كده، وانا هطلع للعالم كله اقول له تعالوا زوروا مصر، مصر دوله جميله ورائعه ومستقره وامنه. إذا في خطوة، بالإضافة مصر ابتدت تشجع السياحة الداخلية، وفي نفس خفض الوقت أسعار ابتدينا الطيران. نروج إن مصر مش عايشة فقط على السياحة الترويحية، إنما عندها السياحة الثقافية، عندها السياحة العلاجية، عندها السياحة الدينية، عندها أوجه أخرى. وحتى إذا كنتوا يا ناس غاويين قوي وبتحبوا قوي شرم الشيخ، ما أنا عندي نظير مكافئ تام في نفس المواصفات، البحر الأحمر والرمال النقية والشمس الساطعة طول السنة، في متمثل في الغردقة وسفاجة ورأس علم وما إلى ذلك. فده الفترة الجاية ده بيفرض على وزارة السياحة إنها تعمل ترويج جيد على الأقل وفي في الدول اللي تحركات ما حضرتش السفر، خاصة الناس ما حضرتش السفر لمصر كلها، إنما بالظبط. حضرت على مطار شرم الشيخ وسيناء. فالمناطق البعيدة عن سيناء أتصور لازم أعزز هذا الاتجاه، ويبقى في نوع من انواع الترويج لهذا التفكير وهذه المخاصص السياحيه. شايفين خطوات يعني الحقيقة، ربنا يوفق الجميع في هذه الخطوات نحو السياحة الداخلية، نحو أيضا المباحثات المستمرة على فكرة ما بين مصر وروسيا، واللي النهاردة زيارة السيسي كانت أكيد يعني علامة لطمأنة روسيا بالتأكيد. يعني أنا بس عايز أتوقف عند نقطة أيضا عايز أفهمها من حضرتك، يعني إيه إنقاذ الجنيه ب 20 قرش، ويعني إيه يتقال إنه في خبير بيقول إن القرار ده إنذار أخير لحائزي الدولار؟ عايزة أفهم من حضرتك الفكرة دي، يعني ان انا نقلل دلوقتي سعر الدولار امام الجنيه او ال20 قرش الانخفاض ده ويعتبر رفع للجنيه، ازاي ان احنا كده بننذر حائزي الدولار، وازاي ده انه هيأثر ايجابيا على مصر؟ أقول لحضرتك، أنا لسه كنت بقول لحضرتك إيه؟ أنا 70% من أكلي وشربي واحتياجاتي بجيبها استرادات. من بره. يبقى لما أخفض قيمة الدولار، يبقى في الحالة دي هشتري من الخارج سلع أرخص. أرخص وأوفرها للمواطن المصري بشكل أرخص، وبالتالي ده كله هيخلي السلع أرخص ويخلي بالتالي معدل التضخم ينخفض والمواطن مستفيد. هذه واحدة. كمان احنا الفترة اللي فاتت نتيجة الأزمات دي، ولسه بنقول كان في عندنا عجز في الدولار ابتدت ناس كتير من مصر يعمل ايه؟ يدولر أمواله. يعني ايه؟ يعني يحول ودايعه وأمواله من الجنيه المصري إلى الدولار، فده لأن ضغط اتقال على إنه عفوا هو الدولار. اتقال ان هيرتفع ل 10 جنيه يا دكتور، دي بعض بالظبط، كل الناس الكلام كان روجوا عبر لده. كده، فكله ابتدى يخزن علشان الدولار مخزون للقيمة وهترتفع وهستفيد. فدي خطوة بعد كده. فعشان كده بنقول ان الخطوة دي رسالة طمأنة للناس، لا ما عندناش عجز وما عندناش مشكلة مريحة جدا، قادرين نخفض عملتنا. فده ريح الأسواق إلى حد كبير، وفي نفس الوقت يخلي ناس كتير تبطل بقى انها تخزن تخزن فيخفض دولار. قيمته في السوق السوداء. وده اللي تم النهارده، مجرد اعلان الخطوه نزل سعر الدولار في السوق السوداء بشكل ملموس، فهي خطوه لطمانه الاسواق بالدرجه الاولى. خاصه اللي نجح الخطوه دي ايه؟ اللي نجح الخطوه دي انك من 3 ايام البنوك الوطنيه في مصر اعلنت، ثم البنوك الخاصه في ثاني يوم، انها بترفع سعر الفايده على الودائع ال3 سنين من 10 الى 12.5%. اي فده كله يعمل حاجتين: يسحب الفلوس والسيوله كلها من الاسواق عشان تتحط فيه البنوك، وبالتالي يخلي السيوله اللي في السوق اقل والطلب على منتجات السلع اقل، وبالتالي ما دام الطلب اقل يبقى لازم الاسعار تبقى اقل ومعدل التضخم يبقى اقل. هذه واحده. وفي نفس الوقت لما اخد 12.5% وبتديني الفائده شهري، بينما الفايده على الدولار في مصر دلوقتي حوالي 2% او اقل من 2% قليلا، يبقى لا شجع يبقى الجنيه انا بلا جدال احط فلوسي في وديعه بالجنيه بالجنيه المصري، المصري. هتديني فوائد شهريه تقدر تساعدني على المعيشه، وبالتالي ده كله يخلي الناس تبطل عمليه الدولاره. فعشان كده بيقول يا اللي عندك دولارات
انت هتخسر اليومين الجايين نتيجه انخفاض سعرها بشكل كبير في السوق السوداء، وبالتالي انت بتحقق يعني خسائر كتير هينخفض من اكتر الحرير كمان، ذهابك او ذهب يعني حمرا. نقول ان شاء الله يعني توقعات بالانخفاض اكتر ان شاء الله، ولا ما نقدرش نتوقع؟ نعم. في البنوك لا، ومش منطق اخفض تاني اكتر من كده، لاني انا عندي دايما الخطط بتاعتي في المدى القصير وفي المدى الطويل وفي المدى المتوسط. الخطوه دي تصلح في المدى القصير، لكن المدى المتوسط والطويل ما تنفعش. ليه؟ تمام. لان انا في المدى الطويل لازم العب على محور تاني، لازم اشوف واعالج المشكله من الاساس. المشكله في الاساس اي سلعه في الدنيا، تطلع اسمها دولار، تطلع اسمها اوراق ماليه، يطلع اسمها خضار وفاكهه، السعر كله بيتوقف على اي اساس؟ على العرض والطلب. فانت لو عايز النهارده ما يبقاش عندك سوق سودا في اي سلعه، يبقى لازم المعروض بتاعها يزيد يتوافق مع الطلب، فيبقى في نوع من حاله من التوازن. فالفتره الجايه اتصور البنك المركزي لازم ينسق مع المجموعه الاقتصاديه، ينسق مع الحكومه، عشان نشوف سبل تعزيز وتعظيم الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبيه في البنك المركزي اللي تمكنه من الاستمرار في هذه السياسه. لانه لو ما عندوش في المدى المتوسط والطويل، هنا هتبقى في مشكله، لان لسه بنقول ان احنا 60 70% من اكلنا وشربنا بنجيبه من بره، وبالتالي ده هيجور على الاحتياطي النقدي، بالاضافه ان مصر ملتزمه بسداد ما عليها للخارج وما عليها للشركاء اللي اكتشفوا البترول والغاز عندنا، وبدل ما يصدروا حصتهم احنا اشتريناهم منهم، فبقى لنا اكتر من 5 6 سنين ما كناش بنسدد، فالناس احتاجوا. فابتدينا من السنه اللي فاتت بنسدد بشكل شهري للناس دول، ومستمرين في السداد، علشان ده اللي خلى ايني وغيرها يجي في مصر عشان يعمل اكتشافات جديده واباتشي وما الى ذلك. فده كله باذن الله والحمد لله ابتدت تترجم من خلال اكتشافات، واتصور الفتره الجايه هيبقى في اكتشافات جيده تريح مصر كتير جدا وتوفر كتير من دعم الطاقه والاستيراد من الخارج للطاقه. جميل جدا يا دكتور رشاد، الحقيقه انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا للطمأنة، وكمان ده برضو بيتزامن مع خبر كان في بعض رجال الاعمال المصريين والمصريين في الخارج بيحاولوا ايضا يقنعوا كتير من المستثمرين وانهم يبتدوا يستثمروا ويضخوا اموال اكثر بالنسبه بالعمله الصعبه لمصر ان شاء الله. فنامل ان كل ده يساهم زي ما بنقول على المدى القصير والمدى الطويل ان شاء الله في يعني تحسين الاقتصاد المصري. بشكر حضرتك شكرا جزيلا لكل هذا ربنا الشرح يخليك، متشكر المفيد. جدا يا دكتور. وعايز شكرا جدا. اطمنك على حاجه، اتفضل. مصر فيها ميزه كويسه قوي للمستثمرين، انها تاني اعلى عائد استثماري على مستوى العالم. هايل. فدي ميزه كويسه بالاضافه للضمانات اللي الدوله ابتدت تديها للمستثمرين، بما في ذلك حقهم في تحويل ارباحهم الى الخارج بذات العمله اللي دخلوا بيها. ده شيء جميل جدا جدا، بشكر حضرتك حقيقي لكل هذه المجهودات معانا، وان حضرتك فهمتنا بشكل جميل جدا وبشرح وبنقاط مبسطة. اعتقد الكل دلوقتي فاهم الوضع الاقتصادي المصري ايه، ومش هنروح بقى ونصدق اي قنوات تانية خارج الاطار القنوات يعني والوسائل الشرعية. ومعانا دكتور رشاد، بشكرك جدا دكتور رشاد عبدو، استاذ الاقتصاد جامعة عين شمس.